ما يدك حدو لا بالعمو ولا بالزد وطالما يدك حدو السراق والقصور ولاد الشعب بالسجود السراق والقصور ولاد الشعب بالسجود رئيس منطقة تونس معاكم هذه وقفة احتجاجية غير مرخص فيها باسم القانون فيتكم خمس دقائق باش تخليو المكان باسم القانون نعطيكم خمس دقائق اي وقفة احتجاجية تاخذ على الترخيص مهما كان نوعها اعلام من فضلكم من فضلكم قلتوا تنجموا تتصلوا بينا ونرخصوا لكم في الوقفة نتاعها هذه وقفة مهمشة بالنسبة لنا نحن عندكم خمس دقائق على البيت لا سمحنا خمس دقائق عايشكم القانون القانون والله القانون فوق الجميع بالنسبة لنا احنا عندنا ترتيب قائمة الذات اي وقفة احتجاجية يجب ان تاخذ الى ترخيص مسبق من طرف السلطات وبالنسبة للوقفة هذه ما عندهاش ترخيص ولذا اتغادر المكان اعطيناهم التماتهم اعطيناهم توقيتهم باش يغادروا ونبهنا عليهم هذا ما نجمو نعمل اليوم احنا مجموعة من المحامين طوعنا للقيام بهيئة الدفاع على صبر المرأة اللي نعتبروه من أبناء الثورة ولا يمكن الثورة تأكل أبنائها هذا الملف فارغ من حيث المحتوى وتو نحكوا عليه في المرافعات بتاعنا لا يمكن اتهام صابوا المرايحي بجريمة محاولة القتل وإضرام نار والجرائم اللي تؤدي ما وراء الشمس كما يقال معناها في المحضر متاع دائرة الاتهام ولا في قرار ختم البحث لا يمكن الأخذ بها بمجرد تصريحات الشاهد أو المتضرر وجميع الشهود اللي كانوا حاضرين للواقعة أثبتوا وأكدوا على أن صابر المرايحي بتاريخ ذاك النهار ما كانش موجود فاحنا مستغربين استغراب كبير ياسر اليوم كيفاش يتعدى الشخص هذايا معناها بالشكل هذايا وبالإحالات هذية على دائرة جنائية واحنا اليوم ان شاء الله احنا طلبنا الافراج عليه هذاك مطلب شكلي وطلبنا التاخير باعتبار ان فما مجموعه كبيره من المحامين تقدمت وقدمت تعليمات بالنيابه وان شاء الله في الجلسه القادمه باش نرافعوا وان شاء الله سيطلق سراح صابر المرايحي لان احنا متاكدين من براءته. هل صحيح انه محضر البحث على نفس الحاله تضمن لفظ انه التهمه صابر هي المشاركه في ما يسمى باحداث الثوره، هل صحيح انه الاداره هذه معناتها تضمنها صحيح صحيح هذه معناها من المضحكات المبكيات وانا قدمت اليوم في مطلب افراج في تقديمي للمطلب الافراج من مرافعتي وقلت للسيد القاضي لا يمكن للثوره ان تاكل ابنائها هذاك علاش لان العمليه اللي تمت فيها سماع واستنطاق لدى بحث البدايه واقول لدى بحث البدايه بالنسبه لصابر المرايحي فيها خرق كبير واضح للاجراءات القانونيه وفي تعسف كبير وفيها محاولة للالتفاف على الثورة بأن يأخذ أبنائها في السجن بدل أن يكونوا هما اليوم رمز من رموز الثورة لا بالعمو لا بالجد والظلم هذاك حدو لا بالعمو لا بالجد والظلم هذاك حدو أنا قاعد نتحاكم معناها وانت قاعد تتحاكم أي عبد خرج وعيط ولا ضرب ولا خرج عمل ريفوليسيون لو قاعد يتحاكم اليوم معناها هذا اكزومبلير على جونيس متاع تونس الكل دونك انا كي جيت بريمو على خاطر ولد حومتي ابار مادو ام سي وابار حتى شيء محمد امين بوحريزي انا اليوم كنت داخل حاجه توقف المخ معناها ما فماش علاش السيد قاعد يتحكم وما فماش علاش قاعد تخزر له في وجهه عبد قاعد معدي اكثر من عام حابس هكاك انا قابلته غادي معناها وروحت انا ومازال هو غادي اللي انا نتسمى عامل قضيه عليه متكيف زاتلة ومشيت شديد حبس هوما وعامل حد شيء ومعدي اكثر مني طبعا. الايام اللي فاتت تم احداث تنسيقيه لمسانده صابر المرايحي ضم عديد من الشخصيات الوطنيه كسوا من الكبار كما جلبير نقاش كما توفيق بومبريد كما مشدد الثوره بار اكزومبل فما هيث المكي فما المكي لين ابو المهني جرحى الثوره فما المحامين فما مثل عبد الناصر عويني ليلى بن دبه وعديد الشخصيات الاخرى. باش نعملوا اجتماع في النهارين الجايين باش نحدوا باش نحدوا ذات كونفيرونس دو بريس نستعاو بوسائل الاعلام الكل باش نحكي لهم بالتفصيل على القضيه بتاع صابر المرايحي الخروقات الترتيبيه اللي صارت الخروقات القانونيه اللي صارت ونحاولوا نفعلوا اكثر حمله طلب
لأنه القضية متاع صابر باش نبداو متفاهمين الناس الكل قضية سياسية بحتة. الصراخ في القصور ولاد الشعب في السجود، الصراخ في القصور ولاد الشعب في السجود. شغل يشتغل عادي ولد يخدم يخدم في شمينو في الدهماني يجي مرة في 15 يوم يقعد نهارين. هذا كنجي هذا كنجي معنوياته هابطة برشا وكان خايف وذاك اش خلى أختي تتحرك وتعمل الحمد لله توا كي نمشيو نحكيو نقولوا عباد معانا عباد واقفة معانا وكيما اليوم برشا محامين وقفوا معانا الحمد لله يا ربي هو بيدو كي راك المحامين اللي وقفوا معاه تتهز معنوياته برشا برشا وربي ربي ان شاء الله يفرج. قانونيا ما نفهم حتى شيء هي القضية ياسر صعيبة ومشربكة وفيها برشا حاجات اللي عملوهم هم حبكوهم ان شاء الله بالمحامين تو المحامين هنيوني الحق يا ربي يقولوا ان شاء الله ان شاء الله نحاول نقف معاه وان شاء الله يخرج اما مازال شويه طول مازال فيها برشا خدمه ويلزموا برشا برشا خدمه برشا برشا اليوم قلت لك برشا نيابات جات معانا جديده طلبوا تاجيل باش يزيدوا يثبتوا من الدوسي وفما برشا حاجات باش يثبتوا فيها تو الموجات هي محاوله القتل وضرب النار عامة في الغير في الجنيات لا عندهم برشا هم اللي يشاركوا في الثورة في جربة وفي صفاقش وفي منزل شاكر وفي معناها الناس اللي قامت بالثورة واللي فرضت واللي حمات بعتك المؤسسات واللي حمات الأحياء واللي تصديت لعودة معناها الإمكانية عودة النظام السابق كلهم قاعدين يتحاكموا طبعا أغلبيتهم الماجوريتي نتاعهم قاعدين يتحاكموا بتهم بتاع حق عام بطبيعة الحال بمجلة جزائية من عام 1913 فهمتني فيها أحكام اتعملت على القياس وفيها نصوص معناها زجرية انسترومنتاليزية معناها كانت تستعمل لقمع الحريات ولقمع المناضلين. دونك سامي انت شقيق صبر مراحي بعد الجلسه الثانيه اللي صارت اليوم شنو عندك ما تقول؟ الحمد لله والحاجه خاطر الساعه كي جيت 8:30 بون فما نمبر ليميتي نتاع عباد دخلت انا الجلسه نستنى في خويا وقت باش يعديوها كي خرجت تشق كيما جيت انورميمون سوربريز بالرسمي بالنمبر نتاع العباد والسياح نتاع العباد اللي جات ما كنتش نتخيل اللي فما معناها اوتون جون باش يجيو صابر وهذا اللي يزيد يخلي لي معناها نزيد نتاكد اكثر واكثر اللي خويا راهو معناها بالرسمي ما عمل شيء كان ما جاش كان جاي عمل معناها كان جاي عمل راهو ما فما حتى عبد باش يمن بيه وباش يجي اليوم يسوتنيه ويعيط معناها في صابر صارت جديدة واللي هي في صالحنا اللي فما برشا معناها محامين قبلوا باش يتناوبوا على صابر والله ما نحبش نسمي معناها ونخلي اسامي اما نورمالمون فما متر بودربيل هو لافوكا برينسيبال فما ليلى بن دبا مدام حداد بن عماره نصر العويني دونك متر عبيدي ونورمالمون مازال فما برشا محامين معناها وقبلوا خاطر كي راهو دوسي يمكن من الاول الحكايه ما كانتش معناها مساعده معناها بالشكل المطلوب اما كي معناها وصل لهم الدوسي قراو الدوسي وطلعوا عليه فهموا الحكايه راهي حكايه زوالي مسكين معناها تقلبت عليه الثوره دونك هذاك عليك سو انجاجي باش يرافعوا على صابر وباش يحميوا عليه. عرفت صابر كنت انا وياه فرد بافيون في الحبس ومن بعد ولينا فرد بيت طفل بالرسمي معناتها متربي على الاخر وولد عيله وطفل محليه على الاخر فهمت هذاك الواش وليت انا وياه صحاب من بعد وحكي لي جلوبالمون على القضيه نتاعو كي روحت زدت خديت لي زانفورماسيون على الحكايه ومعناها جي لونسي معناتها وصلت حكايته للعباد معناتها بالنسبه لي انا اللي عمله هو حاجه يلزم معناها امه ولا عيلته ولا لونتوراج نتاعو يكونوا فير بيه خاطره مواطن تونسي عادي كيفي انا كيما الناس الكل شارك في الثوره
فهمتني؟ مي بارمي العباد اللي تحت فيهم التومبولا تاع الحكومة باش يحاسبوه، جاب ربي شلقنا بيه معناتها، وإن شاء الله ربي يخلص وحده كهو.